السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناة زوزيت الشوية. اليوم جبت لكم طريقة مونتاج هذه الكيكة، واللي هي كيكة القنبلة. جبت هنا يا شوكولا اللون تاع الملون الخاص بالشوكولا احمر. حاولوا تضيفوا الكمية حتى تحصلوا على اللون اللي حبيتوه كما درت انايا. جبت مول ترانسفير هذا وحطيت فيه الشيكولا، ونبداو نمشيو فيها. البنات لازم الشيكولا تاعكم تكون شويه بارده، مش بارده يعني ما تكونش سخونه بزاف، ما يفزلناش المول وما تكونش بارده بزاف، يعني تكون نفس درجه حراره المطبخ. عندنا هنايا تقدر تمشيها بشويه بشوي حتى توصل للحواف تاع المول كامل. حاولوا البنات انكم توضعوا كميه لا باس بها، حوالي 4 مغارف 5 مغارف على حسب المول تاعكم، كاين حجم متوسط وحجم صغير باش تجيكم شويه خشينه. هنايا جبت مول صغير باش نخدم به القاعده. حطيت سيلوفان من تحت وحطيت فيه الشيكولا تاعي ونحطها تبرد في الثلاجه. نخبطها شويه كما تشوفوا ونحطها في الثلاجه حتى تبرد. هنايا بعد ما برد لي جمدت لي الشيكولا، جيت راح نديمو ليها. حاولوا البنات انكم ما تقيسوش السطح هذاك، والاحسن انكم تستخدموا ليغون باش ما تمسخ لكمش هذه. هنا جبت كميه تاع كريم شانتيي، قرب كاس غير راسبة، درت له نصف الكميه تاع الماء، طلع كاس ماء بارد نحطوه، بعد نطلعوها جيدا حتى درنا شكل المقار. هنايا نضيفوا الشيكولا نوار اون باسادور، نخلطوها مليح، هذه باش تنقص لنا الحلاوه تاع كريم شانتيي. هنا نبداو طريقه المونتاج. اول حاجه المول الثاني كي كملنا نديمو لينا الاخر، عاودنا خدمنا وحده. كي خدمت وحده حطيت خليتها في المول، ما ديموليتهاش، خليت النصف تاع الكره هذيك خليتها في المول. حطيت شويه كريم شانتيي، جبت جينواز تاعي خدمتها، درك نحط لكم الوصفه تاعها ان شاء الله. درت شويه شربات سكر وماء، كاس سكر زوج كيسان ماء. نبداو نمونطيو هكا، نحطو شويه كريم شانتيي ونحطو الجينواز المشربه، ونزيدو كريم شانتيي، شويه جوز وشويه شيكولا تاع تورتيلا. انا استخدمت المرجان. هنايا نزينو بالشيكولا هذيك، نزيد نعاود ندير الطبقه تاع الجينواز. هنايا الجينواز قسمتها على 3، درت زوج قطع صغار قصيتهم بمول صغير ومول اكثر منه شويه كيما هكا، ودرت زوج نفس قطر تاع الدائره تاع المول تاعنا. هنايا نضغطو شويه البنات، ما تنساوش باللي راهي شيكولا، كون تضغطوا بزاف راهي تتكسر لكم. هنا سقينا الجينواز تاعنا، عاودنا نفس المونتاج، كريم شانتيي بشيكولا امباسادور، نسويها بالمغرف كيما هكا، بعد نحطو شيكولا تارتيلا تاع مرجان، وحطيت شويه تاع الجوز، كثروا شويه تاع شيكولا. هنايا درت بالزياده كيما تشوفوا حبيباتي، نفس المراحل نعاودو نكرروها حتى نوصلوا للنهاية. تسمى درنا 6 طبقات تاع الجينواز، زوج صغار، وحده فوق وحده متوسطه وحده كبيره شويه، والفوق عكس درنا وحده كبيره متوسطه ومن بعد الصغيره. هنايا درنا وحده كبيره، انا ما عنديش مول دائري قد تاع المول هذا، قصيتها كيما هك. المهم جات قيسها، عاودوا نفس الطريقه اللي هي كريم شانتيي جوز وتورتيلا. كما تشوفوا نسويوها بالمغرف، عاودوا نكملوا نفس الطبقات الكبيره ومن بعد متوسطه ومن بعد الصغيره كما راكم تشوفوا. ضغطوا شويه برك البنات باش ما تكسر لكمش الشيكولا تاعكم. كملوا نفس الطريقه تاع المونتاج. حتى هنايا ما حبيتش البنات نقص لكم في الفيديو باش تفهموا، صح راح يجيكم شويه طويل بصح باش تستفادوا منه. هنايا عاود حطيت هذيك الكره اللي خدمتها قبل، ما تضغطوش بزاف على البنات.
راني نمسح فيها ونحطها ليله كامل في الكونجيلاتور باش تبرد. نمسحوا المول تاعنا مليح ومن بعد نحطوها في الثلاجة. حاولوا انكم تمسحوا باش كي تجيو تديمولوها ما تجيكمش صعيبه. هنا جبت القاعده تاعي اللي خدمتها حطيتها فوق اللوحه هذه، تقدروا تشريوها. وزدت عاود درت الشيكولا، لازم تلصقوها باش تقعد متماسكه يعني ما تتحركش. نجيو نديمولوها من المول. الاحسن هنايا كي تستعملوا الشيكولا الاحسن انكم ديروا ليكم، انا ما كانش عندي، اني حاولت فزت هذيك من التحت وقلت ما نجيش لي الفوق. نحاول نخليها هكا باش تبقى لامعه تلمع كيما هكا كيما راكم تشوفوا. نقطت هذوك البيض البويضه البنات، راهي خرجت من الكونجيلاتور برك هذا مكان. عندنا جبت هنايا الوردات هذو خدمتهم في مول تاع السيليكون. راح نشكل شكل قلب كيما راكم تشوفوا، لصق بالشيكولا و ندير شكل قلب. نحاول انه يكون متساوي، ديروا حبه بحبه كيما تشوفوا. لصق بالحبه، هي المول هذا في حبات صغار، حبات متوسطين، حبات كبار، يعني الشكل تاعها راح يجي هايل. نحاولوا نلصقوها. انا هنايا ما قصيت لكمش الفيديو، خليتكم باش تشوفوا الطريقه كامله. هنا البنات تقدروا تستعملوا اله تاع زبدة الكاكاو ولا اللي استخدموها هذيك تاع الكاكاو، تقدروا ديروها. انا ما كانتش عندي، درت الطريقه هذه والله جات هايله كما راكم تشوفوا. نلصقت الحبه الاخرى، انا جبت دائره صغيره اللي راهي تكون في مع المول بعد، نخدموا بها الشكل تاع البومبه هذه باش تخرج لنا. انا جبت عجينه السكر، شكلت كلمه حب هكا ولصقتها حتى هي بالشيكولا. وفي يوم المرأة العالمي، كل عام والمرأة رمز الحياة، فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة المثالية. كل يوم وأنت القوة والطموح، كل يوم وأنت الضوء والطريق، وكل يوم وأنت الأمل والنجاح. تحية لك سيدتي، تحية لك يا من أعطيت للحياة معنى. كل عام والمرأة طموحة ملهمة قوية ومنجزة، كل عام وأنت أساس المجتمع. عيد سعيد، وكل عام والمرأة الجزائرية بخير.